معلم معلم. شوف بقى اليوم طريقة تقطيع الدجاج الفحم الصح الصح. شيف والله شيف. طريقة الفتح، فصل الجناح، فتح الصدر. شفت ابو راس مربع الطريقة الصح؟ هو هذا الطريقة الصح، شغل الصح صح وصح وعد. عشان الدم كمان ما يحشرش زي ما بيحكوا لك الدم الدجاج الحي، لا لا يابا، هو هذا لازم الدجاجة كلها تظل مفصلة ببعضها، تحط عليها رجوانة، تحط عليها بابريكا، تحط اللي بدك اياه، المهم الدجاجة تظل منشيل العظمة، اهم شيء العظمة تنشال. شايفين العظمة؟ لازم تنشال. شوية شوية شيف، عشان طلبوا منك كيف تقص الدجاجة شوية شوية. يا سلام، عشان تعلموا الطريقة طالبين طبعا طق المفصل طق. شايفين؟ هذا الطريقة الصح. هنفصل الجناح والجناح الثاني الوينجز الوينجز، وبعدين تشد السدر تفتحه، تم التشريح بنجاح. شفت ابو راس مربع؟ ما شاء الله، تشريح على الهادي على الهادي يا زبادي، اللهم صل على النبي. والفخذ تشريح رسم، نفتح الرجل ونطق المفصل، فتح الرجل ونطق المفصل، شيل العظم الداخليه اللي اسمها المدفونه. اي الطريقه الصح، الدجاجه تستوي وتاكلها بصحه وعافيه، بتشهي، اللهم صل على النبي. فنان يا شيف، فنان، اللهم صل على النبي. شفت ابو راس مربعه؟